موقع أنا السلفي. فمات زيد بن علي أيضا بسبب هؤلاء الشيعة، بسبب هؤلاء الشيعة كل ما يحرضوا إمام من الأئمة ثم يتراجعون عنه. طب ليه تراجعوا عنه؟ تراجعوا عنه لأنهم قالوا له سب أبا بكر وعمر، سب أبا بكر وعمر. فقال لا، هؤلاء هذان صاحبي جدي، وما رأيت أحد من أبائي يذكرهم إلا بخير، ما رأيت أحد من أبائي يذكرهم إلا بخير. فرفضوه، فسموا للرافضة، فسموا الرافضة لرفضهم زيد ابن علي. فانقسم الشيعة هنا عند الايه؟ أولا هو مش من الأئمة الـ12، فالزيدية أتباعه جعلوه الإمام الايه؟ الخامس، جعلوه الإمام الخامس، وأن الأئمة وأن الإمامة تكون في أبنائه من بعدي، ومشوا في سكة تانية الزيدية بعد ايه؟ بعد زيد بن علي. وانقسمت الشيعة هنا إلى ايه؟ إلى زيدية ورافضة.